ينضم إلينا الآن المختص والخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور رمزي حلبي. أهلا بك دكتور. في بادئ الأمر ربما الكلمة التي توصف الذي يعيشه والحالة التي يعيشها المواطن في البلاد هي التيه، بين ما هو فعلا يصف الواقع الاقتصادي وبين الحقائق والوقائع على أرض الواقع. أين نحن الآن في هذه المرحلة من دفع أثمان التشريعات القضائية؟ نعم، التراجع في الاقتصاد الإسرائيلي في كل المؤشرات. أولا نبدأ بالنمو الاقتصادي. في العام 2022 كان النمو الاقتصادي في إسرائيل 6.5%، الآن نحن نتحدث عن 1% وحتى 0 نمو اقتصادي هذا العام. هذا ينعكس على مدخولات الدولة وعلى مستوى الخدمات. الفائدة المصرفية كانت قبل سنة ونصف 10%، والآن هي تصل إلى 6.25، يعني أكثر من 6%. معنى ذلك أن في كل المؤشرات المواطن يدفع الثمن. نحن نرى أن القروض التي سنعيدها إلى البنوك ستكلف أكثر. هناك ارتفاع أسعار يقارب 5%، وهذا يثقل كاهل المواطن والأسرة، لأن هناك لا توجد علاوة أجور بسبب ارتفاع الأسعار. كل هذه الأمور مجتمعة. لكن دكتور رمزي حلبي، هذا أيضا وضع تعيشه دول متعددة حول العالم. نعم، ولكن هذه الدول على سبيل المثال استطاعت أن ترفع من المؤشرات الاقتصادية. لنأخذ سوق المال على سبيل المثال أمير، أسواق المال في أمريكا ارتفعت 19%، في باقي دول أوروبا ارتفعت حوالي 14%، سوق المال في إسرائيل يكاد يكون مجمد، يعني حوالي 0%. معنى ذلك أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي وفي الاستثمار في إسرائيل الذي هبط بنسبة 80% في مجال الهايتك اللي هو المحرك الاقتصادي لإسرائيل، معنى ذلك أن ثقة المستثمر في الاقتصاد الإسرائيلي وفي قرارات هذه الحكومة تكاد تنعدم. والاقتصاد الإسرائيلي على حافة الهاوية من ناحية المدخولات. لاحظنا أن مدخولات الدولة كانت أقل 10 مليار شيكل هذا الشهر مقارنة بالتوقعات. كل المؤشرات الاقتصادية و300 خبير اقتصادي يقولون لرئيس الحكومة ووزير المالية بأن الاقتصاد الإسرائيلي في خطر، ولكن لا حياة لمن تنادي، لأن هذه الحكومة هي حكومة المستوطنات وحكومة المؤسسات الدينية. عدم الاكتراث واضح ربما في ممارسات وتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لجميع المختصين، ليس فقط في الاقتصاد دكتور، وإنما أيضا حتى في مجالات مختلفة كالمجالات العسكرية وهي التي تقلق الإسرائيليين أكثر. لكن سؤالي هنا في التطرق إلى مجال التقنية الفائقة أو الهايتك والصناعة التكنولوجية في إسرائيل والاستثمار فيها. بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة هذا الأسبوع تحدث وبشكل واضح عن قوانين وإجراءات جديدة تسهل الاستثمار التكنولوجي في إسرائيل. هل من شأن ذلك ربما أن يحسن من الوضع الآني؟ يعني يمكن لذلك أن يخفض من نسبة الضرر، ولكن نحن نعلم أن 80% من الاستثمار في مجال الهايتك توجه إلى دول أخرى. ونحن نعلم أيضا أن العاملين في مجال الهايتك اليوم في أزمة استيعاب. وأنت تعلم أمير، أنا رئيس إدارة مؤسسة سوفن التي تعمل على دمج المهندسين والمهندسات العرب في الهايتك. نحن نواجه منذ بداية هذا العام صعوبات جمة في أن ندخل المهندسين إلى صناعات الهايتك. نحن لا يمكن أن يتحدث رئيس الحكومة بشعارات وكأن كل شيء على ما يرام. الهايتك والاقتصاد الإسرائيلي يحتاج إلى أجواء سياسية مناسبة، ونحن نسمع أن شركة موديز على عتبة أن تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. معنى ذلك أن تصريحات رئيس الحكومة لا رصيد لها، وهو أيضا أسير في يد سموتريتش وبن غفير. سموتريتش استمع إلى إحاطات من عديد من المسؤولين في وزارة المالية لكنه لم يفعل شيئا مع ذلك. هذه ربما الإحاطات كانت حتى عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة. طب في هذه الوضعية وفي هذه المرحلة
ماذا يجب أن يفعل وزير المالية الإسرائيلي حتى لو لم يكن متخصصا في مجال الاقتصاد وإدارة المال؟ طبعا أنت تعلم أمير أن يعني وزير الاقتصاد أو وزير المالية في إسرائيل أساسا مش بالضرورة أنه يكون خبير اقتصادي أو يأتي هذا طبعا من المفضل، ولكن في كان وزراء مالية في الماضي ووزراء اقتصادي اللي ما إجوا مع شهادات مهنية في هذا المجال، ولكن كان في يعني نقاش موضوعي وكان في إصغاء ل يعني توصيات الجهاز المهني، واليوم كل وسائل الإعلام في إسرائيل في هذا اليوم تتابع بأن كبار الموظفين في وزارة المالية يشعرون بالإحباط وبعدم الاكتراث من قبل القيادة السياسية. يعني عندما يأتي هؤلاء الخبراء ويقول بأن الوضع سيء في مجالات معينة ويجب أن نتخذ الخطوات اللازمة في الاتجاه الصحيح، نرى أن وزير المالية لا يكترث ذلك لأنه هو وزير المستوطنات ووزير القضايا التي تتعلق بالأمور المتطرفة في سياسة هذه الحكومة، وأساسا عايش في عالم الأوهام. وحتى يعني تعيين سموتريتش وزير المالية هو شيء يستهجن به من قبل كل الخبراء وكل العاملين في المجال الاقتصادي. وهذه جزئية هامة دكتور رمزي حلبي، كل مسألة ضخ الأموال إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبشكل شبه يومي نسمع لتقارير إسرائيلية تتحدث عن ذلك، مبالغ كبيرة وتمويلات ضخمة تحول إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. هل من شأن ذلك أيضا أن يزيد الطين بلة على جميع المواطنين في إسرائيل؟ نعم، يعني في هذا المجال يتحدث بالمعطيات. رصدت الحكومة من خلال تغيير سلم الأفضليات في الميزانية للعام 2023 14 مليار شيكل للمؤسسات الدينية الأصولية التي أساسا لا تشارك في سوق العمل في إسرائيل. ثانيا، تم تحويل 100 مليون شيكل من سلطة التحديث التي تدعم الهايتك والاستثمار بالتقنيات العليا، تحويلها إلى المؤسسات الدينية وإلى طلاب المعاهد الدينية. واليوم كان تحويل مبلغ 162 مليون شيكل أخذت من الخطة لتطوير المجتمع العربي، ما يسمى خطة تقدم التي قام بها عضو الكنيسة منصور عباس وغيره، ولكن هذه الأموال لا تحول، وهي أساسا يتم نقلها من تطوير المجتمع العربي، من تطوير الهايتك، من الاستثمار بالبنية التحتية لرفع مستوى النمو الاقتصادي في إسرائيل إلى المؤسسات الدينية وإلى المستوطنات، وهذا يحدث يوميا. كل مسألة الاستثمار في أي بلد دكتور حلبي يحتاج نوعا ما إلى ثقة متبادلة بين المستثمرين، بين الشركات من جانب، ومن جانب آخر مع الدولة والنظام السياسي ذاته. في حال صح السيناريو وتم تعليق ربما التشريعات المتعلقة بجهاز القضاء والمس بجهاز القضاء الإسرائيلي، ثقة من هذا النوع هل من الممكن أن تعود إلى سابق عهدها بين النظام السياسي الإسرائيلي ومستثمرين في قطاع التكنولوجيا على سبيل المثال؟ طبعا أنا أقول بأن يمكن لذلك أن يحدث، ولكن إذا توقعنا قرارات هذه الحكومة في التركيبة الحالية ومحاولة وزير المالية تحويل الميزانيات إلى أمور لا تدعم النمو الاقتصادي، تكاد تقول بأن هذه الإمكانية غير واردة. ولكن الأنكى من ذلك، رئيس الحكومة يتحدث بالإنجليزية في أمريكا ويتحدث بلغة معينة، ولكن عندما يتحدث بالعبرية هو أساسا يتحدث بلغة أخرى. في خارج البلاد هو يعد بوقف التشريع القضائي الذي يضر بالاقتصاد، ويقول بأنه سيتعاون مع الجهات الرسمية عالميا، ولكن محليا نحن نرى أن رئيس الحكومة هو أساسا تحت ضغط من الشركاء وخوفه من القضاء وخوفه من السجن. لذلك هذه القرارات، يعني هناك تصريحات للعالم وللوسائل الإعلام، بينما على الأرض التنفيذ يختلف تماما لكي يرضي بن كفير وسموتريتش وغيرهم.
إذن هي ازدواجية الأوجه لدى بنيامين نتنياهو دكتور حلبي، لكن جزئية أخرى ربما تقلق المواطن العربي أكثر من أي مواطن آخر، كون المجتمع العربي بمعظمه ومن الطبقة المتوسطة ويعاني من نسبة كبيرة جدا تعيش تحت خط الفقر في إسرائيل. ما الارتدادات المباشرة التي ستكون على المجتمع العربي الذي يحاول في كل فترة أن ينهض باستثماراته، أن ينهض بمشهده الاقتصادي، ولم يكن ولا مرة في حالة مرتاحة نوعا ما؟ نعم، يعني أولا لنقول من ناحية المعطيات الواضحة بأن تقريبا نصف المجتمع العربي متواجد تحت خط الفقر. يعني إذا أخذنا للمواطن الواحد حوالي 2400 شيكل ليعيش باحترام في بيته، نرى أن المجتمع العربي بمعظمه تحت خط الفقر في إسرائيل. والآن تأتي البرامج الحكومية التي تدعم الطبقات الضعيفة، ولكن هي توجه للمستوطنات وللمؤسسات الدينية، هذا أولا. ثانيا، في خطة التقدم التي تحدثنا عنها هناك ميزانيات خاصة بدعم الرفاه الاجتماعي في المجتمع العربي ومكافحة الفقر في المجتمع العربي ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي التي هي في الأساس أيضا تضرب الاقتصاد. نرى أن هناك تراجع في كل هذه الأمور، ولذلك أنا برأيي المجتمع العربي يدفع الثمن لأن الحكومة لا تضع مكافحة الفقر في المجتمع العربي في رأس سلم الأفضليات. وأنا أتحدث أيضا مع زملائي رؤساء السلطات المحلية في المجتمع العربي، هناك وعود بتحويل ميزانيات للتطوير ولدعم البرامج الاقتصادية في المناطق الصناعية والتجارية، ونرى أن كل ذلك حبر على ورق. حتى الآن لم تحول الأموال التي وعد بها حكومة إسرائيل، والمجتمع العربي بدون أدنى شك يدفع الثمن، ونسبة الفقر في ارتفاع، خاصة أن حتى المخصصات الأساسية التي تحول إلى المجتمع العربي لم يتم يعني رفع مستواها أو مبالغها. وفي نهاية الأمر المجتمع العربي يدفع الثمن مع الأسف الشديد. المختص في الشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة في تسوفن دكتور رمزي حلبي، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة.